الجاري نجم جامعة الشويحية ممثل الغرفة الفلاحية ونقدم شي عروض على الفلاحة ديال هذا العام شوية راك عارف الحساب بالنسبة للحواميض كثرت النتائج ديال الأقراص والأشجار والسوق شوية هذا العام ونتمنى يبدل علينا هذا الله يبدل علينا هذا الساعة ساعة أخرى إن شاء الله ديال الخير. بالنسبه لهذه الدوره واش غادي نصطو فيها؟ ايوا الدوره عاديه كانت درسنا القضيه ديال الفلاحه المشاكل ديال الفلاح وديال الماء ولا ديال الاغراس ولا ديال الاشجار ولا جميع ديال الاسواق السوق الداخليه ولا السوق الخارجيه والمشاكل ديال الفلاحه ولا ديال الماشيه ولا ديال الاعلاف وديال التنظيم ديال الماء ديال السقي ولا ديال الجرافيتي ولا ديال التنقيت وجميع المسائل المواد الكيماويه المبيدات ديال الحشرات ديال الطيور الضاره والفار اللي كنسميوه بالدارجه والمشاكل ديال الفلاحه كثيره ونتمنى والله يوفق الجميع وشكرا. السلام عليكم.